كذا عبير. صباح الخير عليكم. صباح النور، مرحبا بك. صافي بليزير نكون معاكم هذا الصباح هذا. انا قليل فاش كنوض في الصباح بكري، المهم معجزه الزمن. والفاش بقي معطلان؟ ايوا طنجه معروفين بالفياق معطل، كنعسوا معطل وكنفيقوا معطلين. هذه الناس اللي ساكنين في طنجه هذه كتجيهم زعما ساهله، كيقولوا طنجه كاملين زعما مع النيمان ديال حيت واخا تبغيت نتفيق بكري انك تمشي تما شي حاجه غتلقى كلشي مطرق، دونك غتخاص وقتك وصافي. هذه تايا كيقولها زعما حنا ما عندنا ديالك، انا علاش نفيق انا كاع كلشي شاد. لا كاين اللي كيفيق بكري كاين اللي كيفيق معطل، غالبا انت على حسب الخدمه ديالك على حسب الفن ديالك. الفنانه كنعرفهم اغلبيه كينعسوا معطلين وكيفيقوا معطلين، حيت بالليل واحد كيرتاح اكثر، اللي كيرتاح الواحد اكثر كي الابداع ولا كيتسبير اكثر. معلوم هادشي اللي كاين. الاغنيه واعره الاغنيه هادي، راه وجدتي راسك حيت غدخلني بزاف على الراس والعينين اللي لايحه الشمنة. واخا اولا بعدا انت ما مولفاش تفيقي الصباح بكري، ما مولفاش تغني الصباح بكري. سبق لي عملتها ولكن غارمون ماشي دائما. واخ الناس غادي يعيطوا غادي يبغوا يسمعوك، حتى انا بغيت نسمعوك اليوم في هادشي كامل كتعرفي تغني. عابر العابد عندك 26 عام، انت من طنجة انتما قلتيها عاودتيها. عندك ليسونس ايكونومي اي جيستيون. خمس سنين كنتي كتغني، بديتي كتغني في خمس سنين. وي بديت في الدار، ماشي زعما خمس سنين بروفيسيونيلمون بارلون، بديت في الدار و الاج دو 8 ans هيداك دخلت الكونسيرفاتوار. واو دخلتي الكونسيرفاتوار، انت قديتي الكونسيرفاتوار، درتي 10 سنين ولكن عندي شي سنين تما فهمتي سقطت فيهم. عندك شي سنين ما فقتيش فيهم؟ عندي واحد العامين الاخرانيه سورتو كانت جاتني مع بكالوريا ومع بروميير اني د لافاك، وكانت حاجه اللي صعيبه عليا فما مشيتش دوزت لي زيكزامون. مي 10 سنين ديال الكونسيرفاتوار يعني شو قريتي كلشي؟ قريت 3 ماتيغ اللي هما سولفيج، موسيقى اندلسيه وبيانو. واو من القرايه ديال الموسيقى يعني كتقراو الموسيقى؟ واحد كيقرا الموسيقى؟ سولفيج سولفيج سي ستريكت، زعما ماشي حصه اللي كنضحكوا فيها ولا كنشطوا، بالعكس ديما كيكونوا لي بروف ديال السولفيج صعابين شويه. ديك الشيء فيه كالكول بزاف وخصو كونسونتراسيون بزاف. درنا شي درس صغير ديال السولفيج دابا. انا عندك شي حاجه بسيطه بحال دابا السلم الموسيقي، هذه اول حاجه اصلا حتى في التعلم كيعلموها لنا. السلم الموسيقي انا ما نعرفش شنو السلم الموسيقي. انا السلم الموسيقي هو اللي كيكتبوا عليه لي نوت، كيكون فيه خمسه ديال الخطوط واربعه ديال الفسوحات، هما ديك بين وبين فوالا. واول مفتاح كنبداو فيه لا كلي، هي لا كلي السول معروفه، هي اللي بزاف كيعملوها في لي سامبول الموسيقى. وكاين دوطخ كلي، كاين لا كلي دفا، كاين لا كلي دو. الا بغيتي تعرف علاش لي كلي تعملو، انا بغيتي غادي يجي يلا جا دابا يلا شعل الراديو دابا، مي صحاب نجي كنهضرو على الحوت الصول ولا شي حاجه فابور ولا خلاص ديال الضو. لا لا ماشي لي نوت ديال الموسيقى. كيفاش صول ولا فابور خاصك تخلص الضو؟ لا كتكتبوا هادشي كتكتبوه؟ كنكتبوه باش تعلموا تقراوا من بعد. اكزاكتومون. واو انت قريت انا قريت وشوف خمس شهور وخرجت تنجري، قسما بالله كان في عمري 16 عام ودخلني الوالد الكونسيرفاتوار عندنا في مكناس تما. قال بغيتي دير موسيقى ولا دوز تقرا موسيقى؟ قال لي يلا دير موسيقى، وكنت شاري واحد لورك صغير داك الساعه. هذوك اللي تبارك عليهم شي حاجه ديجا اونغوجيستري باش تبقى دير بيديك. صافي انا غادي للسولفيج عوال غادي ندخل، غادي يعطوني شي شي بيانو ولا شي جيتار ولا شي حاجه. ها والو ما شفت لا جيتار لا انسترومون ولا والو. السبوره بدا بتعرف لي نوت كتيب. والامتحان دوزتو هنا قال لي، سولت هذاك قلت له اين توش نبركوا عليهم، قال لي هذه الاولاد الثانيه هذه الثالثه الرابعه حطيتهم دوزتو هكاك نجحت ومشيت في حالي. صافي حبستي حيت صعيبه صعيبه. انت دوزتي 10 سنين وقريتي كلشي قريت الطرب الاندلسي قريتيه؟ وي قريت الماده الطرب الاندلسي حتى هي سي ستريكت زعما، المهم على حسب لو بروف. انا لي بروف ديالي الحمد لله كاملين كانوا ظريفين ومن بعد خدمت معاهم في الدومين غير وكان عاود خاصها هي لا كونسونطراسيون وخاص تحفظ الحاجه وكينسيك وكيعاود يرجع يقول لك خاصك تغني داكشي. وفي الطرب الاندلسي شو قريتوا التاريخ ديال هذه الموسيقى هذه ديال لا با دي تو، شتي تاريخ ديال الموسيقى انا نقول لك الموسيقى العربيه والطرب الاندلسي جو كرو في الويتيام اني كيقريوه في السولفيج في لا ماتيغ دو السولفيج. اما الاندلسي كنقراو غير لا نوبه النوبه كنقراو حنا كنسميهم الصنايع. الصنعه هي القطعه اللي بحال دابا نقولوا شمس العشيه كتسمى صنعه. صافي كيكون عندنا ان بروغرام ان ريبرتوار اللي خصك تسمعوا صنعه. وصراحة ما نقدرش نعرف الأغلبية واقيلا صنايعية اللي كانوا تيكتبوا
ما عرفتش راه داكشي. شوف الملحون سي اون كرياسيون ريسون، شي حاجه اللي تكريات هنايا في المغرب. حق الموسيقى الاندلسيه عندها تاريخ شويه قديم، تقريبا حتى 800 عام. واو وي. اللي بدات في الاندلس، بدات في الاندلس، كملات هنايا، بدات هنايا ودازت. في الاول كان المغرب، راكم عارفين تقسيم الخريطه، كان المغرب، ومن بعد عاد ولات المغرب، جزائر، تونس، موريتانيا كذا. دونك من هنايا انطلقت الموسيقى الاندلسيه، دازت عاود لبلاد الشام كما كنعرفوا، بحال لما بدا يتثنى مثلا، هذا كامل تا هو اندلسي. يا دي عزيزه العالميه، حتى هادو اندلسيات، ولكن التركيبه اللحنيه ديالهم كنحسوا بها شرقيه. علاش؟ عاود التاثر ديال لا كولونيزاسيون العثمانيين وكذا. المهم استوار مانيفيك مانيفيك. ميرسي. حيت كيفاش كتقلب في الاصول ديال الاصول ديال الموسيقى، كتلقى على انه راه التاريخ لعب دور كبير. الناس اللي سافروا هذا بالطرب الاندلسي، كاين اللي مشاو تماك وتلاقوا معنا السمك، قالوا شي زوين كديروا انتم هنايا، كيرجع عاوتاني كيقول لهم راه لقيت واحد الحاجه واعره كيديروها تماك، كيعلمها لهم شو واحد تماك كيجي هنايا. زرياب كان عنده دور كبير في انه نقل الموسيقى الاندلسيه. و حتى الحضارة الإغريقية صراحة عندها دور كبير، لأن من الحضارة الإغريقية منا فين انطلقت الموسيقى بصفة عامة، ومنين كتجي تعمل لا ليزون أونتخ لا ميوزيك دو موند كاملة كتلقى عندها علاقة متشابهة. شكرا لك، شكرا لك عبير، حيت عمري ما كنت عارف زعما في الشو غادي نهضروا على الحضارة الإغريقية حتى اليوم. صافي بليزير، باش الناس اللي كيقولوا هذا البرنامج هذا دي وحنا كنهضروا على الحضاره الاغريقيه، واش بغيتي؟ واش بغيتي؟ حنا كنهضروا على الحضاره الاغريقيه. وانت عابر درتي 10 سنين كونسيرفاتوار، انت في بزاف ديال ليزاسوسياسيون ديال التراث المغربي. 2013 شاركتي في واحد الكونكور في ابيدجان، ربحتي تخوازيام بخي ميور احسن صوت، شاركتي في بزاف ديال المهرجانات، ودرتي اوفيرتور ديال الفيستيفال فيستيفال قرطاج في 2013 ياك؟ لا، فيستيفال قرطاج هذا العام. هذا العام انا؟ وي. برافو عليك. 2017 ارابز كات تالنت، شفتي الانونس ودفعتي باغ انترنيت وعيطوا لك ديريكتوم، مشيتي للبنان. وي. شاركتي انت في ارابز كات تالنت، شاركتي بالغناء ديالك. وي. ما بدلتيش؟ لا. ما غنيتيش لهم داكشي اللي هما حيتاش هو افكتيفمون كان هذاك هو لو ديفي. في الاول كيكونوا دي بروبوزيسيون، سي نورمال انهم كيبروبوزيو عليك شي حاجه سيرتو ديالهم. ولكن لا غني الطلبه قالوا لي غنان مغنان صراحه غنان ما نكذبش عليك، عملتها في راسي زعما كوم ان ديفي. قلت علاش دائما كل واحد كيمثل ثقافه بلاده، سورتو في الدول العربيه، راه بزاف ديال الدول باقيين محافظين على سواء الايقاع سواء اللحن. المهم شي حاجه كانوا داكشي ديالهم هما كيغنيو، بحال كنقولوا خليجي، كلشي باقي محافظ على الطيم ديال الاغنيه ديالو. فانا بغيت نوصل شي حاجه للمغرب. قلت علاش دائما كنقول المغرب الكبير؟ باسكو الموسيقى ديجا كتشابه ومنطلقه من المغرب قبل ما تنقسم الخريطه. واخا واخا غنيتي يا حبيب القلب قول لي واش كتبغيني، يا حبيب القلب قول لي واش كتبغيني، كتبغيني ولا لا؟ سؤال للاغلبيه، فاش كتسولوا صاحبته ولا مراته ولا خطيبته كيقول لها ما عندي كي ندير كنبغيك، العيالات كيسولوا واش كتبغيني ولا لا؟ ما تخرجش تقول لا. عمر شي واحد ما سولاتوش شي بنت قالت لي واش كتبغيني ولا لا؟ لا ما كنبغيكش انا، حيت غادي يدوز واحد الساعه المكانه خايبه بزاف. ساعه الجحيم. ساعه الجحيم. وغنيتي هذه، غنيتي واحده اخرى حتى هي سبب مرضي غبينا ويلي 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 يا اي 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 ما فهموا والو ياك؟ ما فهموا والو، ما فهموش صراحه. عرفتوا ما فهموش انا؟ لموني اللي غاروا مني قالوا لي اش عجبك فيها، لموني اللي غاروا مني قالوا لي اش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها. سلام يا سلام. ما فهموش اسمك ما فهموش اكزاكتومون لو ستيل، حيتاش مره كيقولوا لي الراي مره، حيتاش سي فغي حتى الراي حتى هو راه فيه شي
أغلبية المقامات ديالو راه قريبة المقامات الأندلسية ومقامات التراثية. وأنا كنقول كوامي المهم أنا كنشرح لك نيت عليها أنا هنايا. أنت وصلت النيفو ديال الموسيقى عابر، أنت وصلت النيفو واعر في الموسيقى اللي واحد كيقول لك ناخذوا المعلومة ونسقسوا. تقدري كاع تقول لي كاع مثلا الراب مخود من الطرب الأندلسي يقول لك ماشي على الدرجة. حق أنا بصح أنا مريضة بالموسيقى ماشي غير صراحة. مزيان صوتك زوين بزاف، غادي ندير واحد الحاجه معاك اليوم عابر، الناس غيديروها معنا في السطوندار 0 35 300 300. انت اي حاجه تغنيها كنقول فوالا اي حاجه تغنيها، بغيتو عابر تغني لكم شي حاجه مباشره اكابيلا اليوم حيت الصوت زوين اكابيلا غزال واعر، غادي تعيطوا 0 35 300 300 تعزو اغنيه يتغني لكم. دابا درتي راه بزكتان توصلتي لا فينال وي ياك هادي واعره زوينه انك غنيتي التراث المغربي وصلتي لها فينال ودرتي من بعد البوم مع الاندلسيه اوركسترا وي تورني في امستردام فيستيفال الصويره فيستيفال ميوزيك ساكري غنيتي في لوروب كامله تقدر غادي ديري دو فويس باقي ماشي سيغ دو فويس ولكن ماشي العرب دو فويس فرانس دابا كاين ان كونتاكت وباقين حتى هما باغيين يكتشفوني بحال هاد كتشني اليوم واش كنغني بزاف ديال ستيل افيكتيفمون والا نجحت عاود في هاد لو تيست هذا ان شاء الله بوتيت تشوفوني قريب. هاد العام جاينا هاد العام هاد العام دابا دو فويس كيتس بداو دو فويس كيتس ومورها غيكون دو فويس ان شاء الله. من فرنسا بداو فرنسا باقي ما بداو حتى لي زوديسيون غيبداو قريبا دون شي دو موا هكاك غيبداو. الجوري تبدل فرنسا الجوري تبدل مابقاش هو هذاك سوبرانو يتزاد سوبرانو يتزاد بدلو لو جوري لو جوري تبدل ونتمنى لك الخير ان شاء الله عابر. امين ميرسي. غتكونوا معاها من بعد ما تسمعوها غنيتي انت هاد راحت ومشات اللي غنيتي انت راحت ومشات وعلاش علاش اغنيه اللي كاينه وي ياك هذه اغنيه من تراث شكوري ديال الفنان الراحل سليمان المغربي الله يرحمه. اي فاش كتغني دابا انت كتغني الاغاني اللي مغنيين واش كت تعيطي العائله ديال اللي غناهم ولا كتهضري مع اللي غناهم وكتعاوديهم ولا كتعاوديهم هكذاك؟ بون كاين بعدا واحد القانون ديال ملي كدوز واحد السنين معينه ديك ساعتك 70 عام ياك دونك ديك ساعتك كتقدر انك تعاود الاغنيه صراحه من ناحيه التراث الشكوري هو باتريمون ماروكان جويف اغلبيه بالعكس سالوغ فيغ بليزيغ انك تعملو زعما ما كيهضروش عليه بالنسبه للموسيقى الاندلسيه خلاص 800 عام خصوصا هي خصوصا انت خصك تعاودها مزيان وانا كنديكلاري كنقول هاد الاغنيه ديال فلان يعني ما جيتش وقلت الاغنيه ديالي ولا شي حاجه اون بليس الانسترومونتال كنبدلو كامل ما كيبقاش الميم انسترومونتال عاودتي هاد راحت ومشات راحت ومشات علاش وعلاش شتي فيها جاز شتي فيها وي زدت فيها لا ستيل فيوزيون الا بغيتي تقول تخي تخي بون فاش راحت ومشات دابا انت الا غنيتيها ما يهضر معك حتى واحد تصور معايا نشتري شي حاجه قديمه نعاودها يرفعوا عليك راحت ومشات المحكمه المحكمة الدولية هي اللي غادي أنا بالعكس مني عاودتها بزاف ديال اليهود المغاربه إن مون كونتاكتي ومنهم فنانين اللي معروفين وقالوا لي دابا صافي دابا راحت ومشات فيرسيون ديالك هادي رجعت عجبهم الحال أغنيتها أغنيتها مزيان عيطونا 0 35 300 300 بغيتو عابر تغني لكم شي حاجة دابا اللي بغيتو على شهوتكم نتوما وماشي كلشي كاع ماشي حاجة اللي في الريبرتوار ديالك أنت حيت أنت كتغني كلشي أنت كتغني مي تقريبا المهم تبارك الله كتغني الكلتوميات الطربيات الموشحات الاندلسي الراي المغربي الشعبي فلامينغو جاز وفان كبيره ديال امينيم بزاف صراحه بعد ما الكلاش فرقع الدنيا ماشي كلاش هذا كم كازنيت هذه المره فرقع الدنيا ماشي كلاش داك الشيء واو حيت القصه ديال امينيم هو القصه ديال داك الرابر اللي كلاشا امينيم وامينيم عاود كلاشا عاوتاني وهضر لي على بنتو وامينيم هضر لي على كل شيء الا بنتو قال له عاودني منك وي وفاش شفت بنتو فهمت علاش هضر لي على كل شيء الا بنتو هو ابار كو هضر له على بنتو سمعت انا في ديك لاغاسيون اخرين بدا كيقول لهم في لي غاديو كيقول لهم وقف لي لاكارييغ ديالي ولا وقف لي الطريق ديالي ما بغانيش نوصل كيف ما كاين اللي قال لهم هادشي راه كله اكسبري راه مر متفقين هو غادي يغني والاخر غادي انا سمعت عندهم نفس بروديوسر ولا شيء لا شي حاجه بحال هيدا اما نفس سوسيتي دو برودكسيون اما شي حاجه هذا يكون شي مغربي اللي خرج هذه راه متفقين حيت كاين دائما شي مغربي فاش في اي مجلس في اي بلاصه اي موضوع كذا يقول لك راه هادو راه دايرين راه اكسبري عملوها بالعاني باش يجمعوا فلوس راه هما دايرين بالعاني كلشي بالعاني فيصل
بونجور مومو صافا كي داير اخويا شخبارك بخير؟ الله يحفظك الحمد لله انت مزيان كلشي بخير اخويا مرحبا بك وي داكا سالي يا عبير صافا؟ صافا الحمد لله بخير مزيان شخبارك مزيان؟ ربي يخليك الحمد لله كلشي مزيان بلاطو مزيان؟ حنايا كنعديو مزيان ناقصنا غير نتوما بلاطو مزيان؟ اياك بلاطو ديالاش؟ بلاطو حلوة بلاطو حلوة ما حطيتش لها حلوة ما جبناش لها حلوة اخويا تغني لكم الاندلسي صون حلوة ولا؟ هذه الفكرة غنبدل لك اليوم خاي ديالي اليوم غنبدل لك هذه الفكرة بلي الاندلسي كيتمشى غير مع الحلوة واتاي بالعكس اندلسي كيتمشى افري وير وفين ما كان وما جميع المشروبات وعلى حسب والمأكولات ماشي حيت غتسمع الاندلسي خاصك تسمع من بعد واحد كيقول لك حلو ولا مسوس لا ماشي معنى زاد فايصل شويه تغني لما بديت تتنى واخا واو هو هاد كتعجبني على الراس والعين مرحبا تبان لي الاغاني الاندلسي الاغاني بحال هكذا التراث بحال هكذا فاش كيتغنى ماشي بحال فاش كيتقال فهمتيني وي بحال دابا فاش كيتغنى لما بدا يتتنى هو فاش قالك فيصل جات شويه غريبه ياك غني لي داك لما بدا يتتنى خلي اخر واحد كلام ماشي بدا يتتنى كتشي بيزار خوالك لما بدا يتتنى لما بدا يتتنى عبير لما بدا يتتنى لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى أمان 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 حبي جمال فتنى أمان 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 أو ما بلاحظ وسرنا أو ما بلاحظ وسرنا أمان 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 غصن ثنا حين مال أمان 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 يا سلام العبير واه يا سلام ما متشي لي شوف مون نيشان هادي باش جاي باش داير شكرا عليك فيصل وي مومو هادشي ميرسي بوكو لا من هادشي واه لا فرحتي ها؟ واه بيان سور بيان سور فرحت فرحوا الدراري معايا كاينين معايا الدراري صحابي فرحوا بزاف اخويا ياسين توبوغراف شدنا الطاري دابا كيباسي لك ساري وسامي عند لاكانتا هو وكذا كيسلم عليك بزاف كيسلموا على عزيز كيقول لكم شكرا بزاف على بوليك شكرا فيصل اخويا سلام كاع الناس اللي كيسمعونا في اكادير انت في اكادير ضحى وي سالي اخبارك لاباس عليك بخير صافا الحمد لله مومو مرحبا بك ضحى زري مع عبير مع عبير عبير بونجور لالا ضحى صافا صافا الحمد لله صحة بخير الحمد لله الحمد لله انا بغيت نسمع لالا غيتا مولاتي بالحول نحاول حيت لي باغول ديال لالا غيتا مولاتي غنعمل لك غير واحد بتي 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 مورسو سورتو انا الملحون ماشي سبيسياليست فيه بزاف واخا تا هو تراث مغربي كاين مشكل شويه ما كاين مشكل قولوا لالا غيتا مولاتي جد بوصالك عالعشيق يا ام الغيت قولوا لالا غيتا مولاتي جد بوصالك عالعشيق يا ام الغيت قولوا لالا غيتا مولاتي يا سلام ضحى ارتاح ضحى هضره معاه في الاول كان ستريس دابا ارتاح دابا صافي واه
يقبل عليا ضحى مره ما جاش على الحفظه سبيسيالمون ان شاء الله. لا غير حتى انا راه حنا انا في وجده وانا كندير الغرناطي هايداك واه كندير الغرناطي انا في وجده وديجا انا في لا راديو في وجده داكور انت عارفين مزيان كنعرف بزاف ديال الفرق هاد الغرناطي في وجده. وي انا كنت سمع الجميع الاسماعيليه داكور. وي باقا كتغني؟ لا قريت هادي دو زون بلعتي على الغناء؟ لا ماشي بلات مي صايي دخلت الخدمه عندي الخدمه كثيره مره غني بالغناء تغني بلا واخا خدمه تغني وا تقدري تغني لهم في الخدمه باش نشتاو معاهم تقدري تغني في اوقات الفراغ ممكن واه وي وي شكرا لك بزاف شكرا لك لنا ميرسي بوكو باي باي شكرا بزاف صفاء بونجور مومو لاباس عليك بخير بونجور عزيز الحمد لله انت مزيان كلشي بخير كلشي بخير صافا الحمد لله. بغيت نقول واحد الحاجه لعامر بعدا قول لي الحبيبه قول انت كنت جيتي جدا ونات اييه سي عمر صوتك ما بغيت تنسالي لحد الان صافي بليزير والله العظيم والله العظيم ما كرهناش نشوفك مرات ومرات تساولات ان شاء الله افيك ان كرون بليزير الا كانت شي حاجه مره ما جاش الله مرحبا بك لا وسيرتو من غنيت فيه وديك لاموني اللي غارو مني ديك الموال وي تبغي تسمع ما كرهتش تسمع تسمع ما كرهتش دابا 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 هادشي اللي تسوي في عابي ما كتقولش لا اي قبلوا عليا شويه باقي ما عملتش لي شوفمون دو فوا جيتني شنو غنيت زوين زوين واخا هذا الموال اون فيت هو اللي طلعت به في ارافز جوت تالنت اول مره تي نزول هذا باش نسمع راسي مزيان زولي ليا يا ويلي على دوك ليام ليام عديتهم مار وسباب اب وسباب وسباب مرضي غبينا ويلي يا ويلي 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 يا واو دروس دروس نروح دوك حتى نقولوا شي هي ولا شي مسجل ميان والله العظيم واش هي دابا حدايا دابا ولا شي مسجل صفاء بقيتي على خاطرك تبارك الله عليها ميرسي بوكو صفاء لهلا اختك يلا بون جورني شكرا بزاف سلام شكرا بزاف صفاء شكرا بزاف شكرا ليك غادي نتكلموا معك لميا حاتم دابا شويه دابا انت بغيتي تبقاي في هذا الستيل هذا ما بغيتيش تبدليه دابا تبارك الله تقدري ديري اي حاجه دابا انا نقول لك دابا انا في الاول فحال قلت لك ملي بديت في كونسيرفاتوار بديت داكشي باغ امور زعما ما كانش عندي ماشي نقول ما كانش عندي الطموح ان الناس يعرفوني وداكشي ما كنت مكونسونطري في قرايه دابور و او ميم طون مكونسونطري في انني ننجح في كونسيرفاتوار حيت سيتي ان دوفوار ماشي هافين فان ولا شي حاجه موراها عجبتني ليدي كوم فوا فيمينين ما كايناش في الاله باقي الملحون ولا الغرناطي كتلقى لي فوا فيمينين ولكن الاله الاندلسيه اهينيا سلطاني وهنانه وداكشي كتلقى اغلبيه رجال ما كاينش البنات دونك انا هذه كانت واحد النقطه بالنسبه لي اللي خديتها كومبوزيسيون دو فورس زعما انا كنعمل شي حاجه ما كيعملهاش بنادم وموراها بقيت كنتشعب عاود في داك الشيء كنقلب كنمشي لموسيقى الجزائر تونس هذا لقيت راسي جو سوي اموغز دو سيت ميوزيك اي جو فولي ليسي ما تخاس في هذه الموسيقى بوي حتى الا عملت شي حاجه اخرى جو سخي توجور فيدل لهذا الشيء هذا غنبقى اشاك فوا غنبقى نحط شي روبريز ولا جوج مي سا نونبيش با كو خاصني حتى انا ندوز لو فيت كو عندي شي اغنيه اوريجينال ديالي بكلمات جدادين والحان جدادين جو كخوا كنحافظ على لا توش عندما تكون شي توش تما شي طليعه شي حاجه اللي غتسمعها غتقول الاندلس تنادي حيت سي صوتك تغني بيد اللي بغيتي مثلا شي حاجه الاغنيه اللي كتغنيها تقدر تغنيها اللي ماشي في ستيل ديال الطرب الاندلسي بزاف بحال الشرقي
بحال شرقي بحال مغربي بحال راي بزاف. قولوا لي نتوما شيروا على شي وحده من هادو وانا معاكم. اه شي طريف ديال خالد مثلا ولا ديال مامي واخا نعملوا وهران. اها وهرا وهرا رحت خسارة جرو منك ناس شطارة. وهرا وهرا رحت خسارة جرو منك ناس شطارة. قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة. قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة. يا فرحي على لولاد الحمري ولاد المدينة سيد الهواري. يا فرحي على ولاد الحمري ولاد المدينة سيد الهواري. عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري. تبوريشا شكرا شكرا هل تبوريشتي تبوريشا ان شاء الله حدك زومي زومي على زغيبات تبوريشا. واو برافو عليك ميرسي بوكو. انا من قبيله ملي كنتورش ماشي عاد ملي بدات تغني تبارك الله كتحشموني تبارك الله عليك. لا برافو عليك برافو حقيقه برافو ميرسي بوكو ميرسي ميرسي. انت عندك صوت واعر انت تستحقي وعندك عندك موهبه كبيره تستحقي نجاح اكثر نجاح ان شاء الله نجاح اكثر بدون ما تبقى قلبه باديه تقريبا. شوف دائما كنعتبر راسي انا عاد باديه لان ما نكذبش عليك كل مره فريمون كتزاد لي شي حاجه في الباك جراوند ديالي غير الغناء ديالي من هادي عام في ارب جو تالنت راه ماشي هو دابا يعني كل مره كنديفلوبي كنسمع دي ستيل واحدين اخرين. بديت الى تري تري لونطون غير مع لا تيليفزيون جي كومونسي ان 2010 زعما ديجا 8 ans دابا باش بديت. مي ان شاء الله انا كنقول الواحد مني كيبني ستيب باي ستيب يمكن كيوصل لواحد الحاجه اللي كيوصل مزيان. ما كرهتش نوصل لواحد لو بوين اللي نبقى دائما في لو ميم سوكسي حيت جو بونس الى وصلت داغيه وعاود نزلوا لي الاسهم انا فريمون غادي ني ديبرسيون صراحه. لا لا ان شاء الله ماشي غير ديبرسيون لو والو اختي خليك اختي راه شق عليك. لا لا كل هذه لا حتى لدابا خلي راسك مزيان خلي المورال يكون بقى مزيان ان شاء الله حيت صوتك زوين تبارك الله عليك حيت الموهبه عندك حيت راسك صغير حيت باينه فيك باغا تعلمي مازال ان شاء الله يكون خير. انا بالنسبه لي راك واصله فهمتي دابا خاصك واحد خاصك قريب ان شاء الله قريب. شوف هي حتى القضيه ديال انك كتمشي درجه بدرجه كل مره كتزاد عليك شي حاجه كتحس بها كتفرح بها اكثر شي غير لو فات انت كي ابسط مثال شي ملي كيتزادوا لك غير فولورز كتقول انا ماشي زايد ما راجعش للوري. ملي خايبه هي انك توصل لواحد لو ستاد وتلقى راسك ستاغني وباغي تعطي شي حاجه ما اكثر صافي ما قالك ما تزيد. دونك انا باقا كنفرح بكل حاجه كتزاد عليا جو بونس هذا الاحساس هو اللي كيقلب عليه الانسان هو انه اشاك فوا يحس بشي حاجه تزادت عليه ولي زيموسيون ديالو يتحرك ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. وانت فيك الحاجه فيك واحد الطاقه زوينه وفي الطاقه بزاف الطاقه مزيان. انت دابا كتغني في الحفلات ولا كنغني في لي فيستيفال كنغني في لي سواري بريفي صراحه ماشي بزاف صراحه غارمون علاش ما كتجيبهاش. نقول لك واحد القضيه حنا عاود في الجهه ديال طنجه ما عندناش لا كولتور ديال لي سواري بريفي بزاف وهذا بيتيت ريجيون غابا كازا كانوا كيجيوني دي بروبوزيسيون مي الفيت كو انا بعيده شحال مره كنت كنجبر دي ديفيكولتي. سينون لي فيستيفال انا كيعجبني تو سكي كولتوريل دابور ابار لي فيستيفال اللي كيجيب لهم بزاف الناس تا هما عندهم قيمه ديالهم واعره والناس كيعرفوك بزاف وداك الشيء. مي انا جادور ديتر سور سين ونحس ان الناس مقطعين واحد التيكي سبيسيالمون باش يجيو يتفرجوا فيا ويسمعوا لي. ان شاء الله ان شاء الله الخير امامك يا ربي امين. شفتوا لها حاتم نقول لها بعدا شكرا على هذا الصباح هذا شكرا لكم صراحه فكرتنا شحال الموسيقى المغربيه ديالنا زوينه وشحال هو واحد الكنز اللي كبير كبير غيبات الاغاني اللي غنيتي هذا الصباح هذا
عابر الحنجره الذهبيه. ميرسي. الا بغينا نهضروا على لو تيتغ بون الكلمات ديالو كلمات راقيه حيت داكشي ديال الزمن الجميل. انت عاوتاني تو مودرنيزي لو تيتغ عطيتيه واحد لا توش اللي هي جاز غرناطي اندلسي واحد لو ميلون فلامينكو اكسيتيرا. دخلت تنقرا انا لي كومونتير يوتيوب على لا فيديو ديالك باش نشوف الاراء ديال الناس. الوغ كلشي تقريبا ولا الاغلبيه ايزون كريتيكي داك لو تيتغ. علاش ايزون كريتيكي؟ سامبلومون هي لو كليب. لو كليب هو اللي الا ايتي كريتيكي، مي حتى شي كريتيك ما كاين شي واحد اللي يقدر يقول لا صوتك ما زوينش، الالحان ما زوينينش، ولا لا بيرفورمانس ديالك، ولا لا تكنيك ديالك. واخا الامكانيات امبوسيبل، الامكانيات على قد الحال. هادشي اللي خصهم الناس يفهموا. شوف هذه اوتو برودكسيون، هذه مزيان مني شرتي لهاد النقطه هذه. حاجه ثانيه حتى الوقت، لان انا هاد لو تيتغ هذا سجلته العام اللي فات ملي كنت في الدومي فينال ارابز غوت تالنت. ووقع فيه بوكو دو ديفيكولتي وهذا، دونك جيت اوبليجي انني نرجع نعاود البروجي من الاول وجديد. عاودته بلارانجمون وكل شيء، وما كانش عندي الوقت، بغيت نزرب عليه قبل ما يدخل رمضان، وكنت كنقول باش غير يخرج رمضان شويه وهذا صافي لونسي بور باسي ا اوتر شوز، حيت انا من النوع اللي خصني دائما نسالي مع حاجه عاد نقدر ندوز لحاجه اخرى، ما نقدرش نخليها معلقه وندوز لحاجه اخرى. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى ما تقدرش تعتبر ان هذا الكليب، تقدر تعتبره ارت وورك متحرك والسلام. والحاجه جديده عاود اوسي حتى هي كتخلع بنادم شويه ملي كيشوف شي واحد بنت كتغني بواحد لا فاسون، حتى انا تما بنت فحال اللي مرجله شي شتيطه. مي علاش؟ لان الاغنيه اصلا كيغني على الراجل، الراجل كيغني على المراه. ما كاينش اصلا شي راجل كيقول شي شتيطه بعدا اصلا، باش يقول انت بنتي مرجله. كيقولوا حتى كيقولوا قلت لك الاغنيه ديجا تغنت بلي بارول راجل كيغني على مرا، دونك حتى لا فاسون اللي كان خصني انتربريتي بها كخصها تكون مرجله شويه. الستيل ديال انني عملت موتشاس كولوريس الماكياج وبزاف ديال الكولور هذاك الشيء، بغيت نشير بها النقطه لا فيزيون، حيت ماشي ضروري كنغني هذا الستيل، يعني خصكم دائما تشوفوني بالقفطان. المهم بغيت نخلع بنادم شويه، فريمون خلعت شي وحدين تخلعوا خلعتيهم شي شتيطو تا هما. هادشي اللي بغيت نقول، هادشي اللي بغيت نقول. شوف جو فير ان الناس يقولوا لي بون الكليب ديالك ناقص شي شويه، وين لي صوتك رائع واغنيه واعره، كل اغلبيه تتلقى بين تيقولوا له كليبك زوين، وين لي راه لا صوت لا مجيب كري لا حتى شي حاجه. حيت في الاخر غادي تلقوا الاغنيه بني غيكونوا كيسوقوا، ما يكونوش كيتفرجوا كليب مثلا، غيتصنتوا الاغنيه. انا داك هو، انا داك هو الهدف اللي عندي. بوتونسيال كبير، مازال هذه البدايه، وجو تاتون ان شاء الله نسمعك شي نسمع شي تيتغ ديالك كلمات ديالك قريب ان شاء الله. دابا مع مدير الاعمال ديالي الجديد راه كاين بزاف ديال الزيده، وغتكون شي حاجه جديده اللي اوريجينال ديالي. وشكرا المراخر على هذا الصباح هذا. شكرا لكم نتوما. ميرسي بوكو. لاميا اش بغيتي تقولي للعبير؟ عبير ما خلاتني ما نقول، تبارك الله صوت عندك صوت خرافي. ما كنتيش كتعرفيها انت قبل؟ لا لا كنت كنعرفها من ارب جود تالنت. اوكي. ابخي عبير نقدر نقول لك انت نقطه ضوء زوينه في الساحه الفنيه المغربيه. صافي بليزير والله. لان كاينه واحد الموجه حنا كنعرفوها، انت كشابه يلاه باديه صعيب انك تكوني صامده قدم هذه الموجه، كيبان لك واحد كينجح دغيا الاغاني ديالو كيمشي وكيدير الفلوس كيتشهر كيبني مستقبله، هو طالع في يعني في المراتب ديال الشهره كيعيطوا له في البرامج، وانت خصك تكوني شاده في هذا الاسلوب اللي اختاريتي وفي هذا في هذا الفن الراقي ديالك بالصوت ديالك، لان هو الصوت ديالك هو كافي باش يوصلك للبلاصه اللي فين بغيتي. بديتي شحال هادي يعني درتي واحد التراكم دوسمون مي سيغمون بشويه بشويه درجه درجه. فكرتيني حتى بيونس مول شاطو، تا هو ملي كنسمعوه كنعرفوا الصوت ديالو شحال كبير والطاقه اللي عنده شحال واعره بزاف، ولكن حتى جا واحد الوقت دا الاغنيه ديالو عاد خدا الحق ديالو من الشهره. دابا المهم انك انت تكملي في هاد التراكم وتكملي في هاد الخدمه اللي كديري. تراكم ديالك اكيد كمل وهذاك تراكم ديال التجربه وديال الخبره وديال الاختوريه تبارك الله. تراكم طلع شغل براسي. بالعكس انا والله كنستنى اخرب حاجه، وانا واحد البرنامج ديالو ما كيفهمش داكشي اللي كيتقال. دابا البرنامج ديالي ما كيفهمش كيجي التراكم والتراكم عيقتو. فاوتاني اللي قلتي لي بلي دخلتي جاز في الاندلس، فكرتيني شي شويه بمحمد محسن، بريما بلينا شماميان، بريما خشيش، من عبدات الاغاني ديال سيد درويش درت فيهم شويه ديال الجاز. فديما كتحس بشي حاجه زوينه اوريجينال، الناس هما اللي كيمشيو يقلبوا عليها فيما كان. اكزاكتومون. ما عرفتش بزاف د الحوايج انا بغيت نقولهم لك، ولكن ملي كنقول صافي في واحد الوقيته احسن حاجه تقول هي انك ما تقول والو. جاست انت بلايك صافي بليز والله الا شكرا بزاف. وواحد النقطه مهمه خصني يعرفوها الناس، ان هادشي اللي كنعملوا هذا مطلوب بزاف
بزاف بزاف بزاف على برا سورتو لا فيزيون مطلوبه بزاف ود الفيستيفال ديال وورد ميوزيك راه كيخدموا على هادشي بزاف يمكن غير قضيه الميديا اللي ما كتكونش متبعه اكزاكتومون اش كيوقع اما حنايا واقيلا اون بوج بلوس كو بزاف ديال الناس في الخارج في الدومين فعلى برا دي تورني وداكشي وزعما الى بريسي هادشي هذا بزاف الله يكون لك بالخير يا ربي امين الاغنيه هي هادي راحت ومشات علاش وعلاش عبير شكرا لك بزاف اللي شفتينا اليوم شكرا لك برافو عليك ميرسي حاتم لميا مرحبا بك الحلم ديالك اللي فين باغا تشوفي راسك تغني لا مونديالايزاسيون واش كاين شي بلاصه واش كاين شي سان بغيتي تكوني فيها حققت واحد الحلم كان خصني نغني في كونسيرت خبا ومن اكبر اكبر المسارح اللي كاينين في اوروبا كيتواجد في امستردام غنيت فيه كان عندي الشرف نغني فيه صراحه مع بزاف الفنانين كبارين بحال اصاله غنت فيه بحال ملحم زين غنت فيه اسماء منور غنت فيه وي اون فيت كنا في ميم اديسيون انا وفنانه اسماء منور كنا في ميم اديسيون ديال العام اللي فات فواحد فيستيفال ما عرفتش شي موطع ولكن شي موطع بريسي ولكن كنتخايل شي سين كبيره وما عرفتش شحال من مليون بنادم كيتفرج فيها يمكن بحال ديك الشكل دياني ولا شي حاجه بحال هكذا واخا لا كلشي ممكن ان شاء الله الله يكون بخير شكرا لكم جميعا شكرا مومو ما كرهتيش نسمع غير الرضا والنور شي شويه اول اغنيه غنيت تخدمت عليها جائزه الرضا والنور شو السيده جوك بوكس والله الا تشي صح سي لا بروميير شونسون كو جي شونتي الرضا والنور مع لا كورال طونجي كنوجه لهم تحيه يا راه انا بعد تابوني زعما حاجه ديال السوفينير هذه الرضا والنور والصبايا الحور والهوى يدور أنا للغريب أن يرى حماه يومه القريب شاطئ الحياة طيب خذي لخاطرك انا شكرا سلام سلام في بليزير غناني هاد الاغنية يا سلام يا سلام بغيتك حشمت انا لا يطلع انا من الفرصة غني لي شي اغنية انت مشهود هي تغنية انت شي اغنية مش الشهوة ديالي بلات انا هذا السؤال هذا هو اللي ما كان قول لي قول لي شي حاجه انت انا صراحه ما شي حاجه من داكشي اللي كيعجبك وي اسبانيول الاسبانيول سي بحق ما تضحكوش على برونونسياسيون ديالي انا تقريبا ما كنفهمش كنفهم النص والنص الله يجيب دابا شي راه تغني ما كتفهميش النص ديالو كنفهمو النص احسن هادي هادشي كيعجبني انا واحد كيغني شي حاجه ما فهمهاش مزيان واخا نجرب يلا سي يلا Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive. Jasmines han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, sola y desierto. Hermosa la tarde, cuando entró los olivos, nadie, nadie vio cómo hoy te quise, cómo te quiero. En los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo el amor que tú me diste. Yeah! J'adore la chanson. Qué bueno. Aïe, aïe, c'est très bien.
فهمتي الاغنيه كامله انت مومو سعداتك فهمت تشرحها لي من بعد لا فهمت ندير لكم بعد السوتيتراج ما تخموش شكرا بزاف عبيد شكرا لك شكرا لك شكرا لكم